بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا جزء من الاصحاح الرابع من سفر دانيال النبي، بركاته على جميعنا امين. في تلك الساعه تم الامر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس، واكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي، وبركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى الابد الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوته الى دور فدور. وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض، ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع الي عقلي، وعاد الي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيرية وعظمائي، وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذلله. مجدا للثالوث الأقدس إلى هنا. دي نهاية القصة بتاعة نبوخذ نصر لما اتكبر. كان حلم غريب، شجرة عظيمة أغصانها طويلة، وتآوت طيور السماء تحت أغصانها، وحيوان الأرض اجتمع تحت ظلها، وثمارها أكلت منها كل الحيوانات. وبعدين صوت جه بيقول اقطعوا هذه الشجرة ويصير جسمه زي جسم الحيوانات، وانزعوا منه القلب الانساني وادوه قلب حيواني، لغاية ما تطول اظافره زي النسور وشعره يبقى زي شعر الطيور، عشان يعرف انه في اله متسلط في مملكة الناس. هو طبعا ما فهمش الحلم ده، جاب الحكماء والعلماء بتوعه وقال لهم انا حلمت كذا كذا، ايه الحلم ده؟ مش عارف. فجاب دانيال وقال له انا عارف ان فيك روح الالهة القدوسين، وانا سألت المنجمين والسحرة والعرافين بتوعي، ما حدش عارف يفسر لي الحلم، فسره لي انت. فتحير دانيال لمدة ساعة، وبعدين قال له يا جلالة الملك الحلم لأعدائك مش ليك، يعني اتمنى يكون الحلم لأعدائك. بص انت الشجرة العظيمة دي اللي طيور السماء كلها تاوت في اغصانها، لانك انت ملك عظيم قوي، مملكة بابل في الوقت ده كانت مسيطرة على العالم كله، وانت اللي ناس كتير بتقتات من خياراتك، بس ربنا عايزك تبقى متواضع. لحسن لما بقتش متواضع ربنا هيذلك ذل رهيب جدا، هياخد منك القلب والعقل الانساني ويديلك بدلهم قلب حيوان، وتعيش 7 سنين 7 أزمنة وانت بين الحيوانات. فاترك خطاياك، شوفوا قال له ايه. لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. يعني بلاش كبرياء وتواضع، تحصل ربنا يذلك. ما عداش شهر، اسف 12 شهر يعني سنة، وهو كان فوق القصر بتاعه بص على مدينة بابل العظيمة، وراح قال ايه، اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بقدرتي وبجلالي لاجل مجدي؟ كلام تفخيم كبير قوي في الذات. شوفوا قال ايه، اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك
وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها لمن يشاء. على طول فقد عقل البشري وقلب البشري، وتحول إلى قلب وعقل حيوان. بدأ يتنطط في القصر كده زي الحيوانات، يكلموه ما هوش فاهم، يلبسوه هدومه ويخلعها، يقعدوه على السفرة ياكل، ياكل على الأرض، يعمل حاجات كده حيوانية. فطردوه من المملكة، فمشي وسط الحيوانات وقعد في الغابات 7 سنين لا دريان بنفسه ولا حاسس بنفسه، ياكل الاعشاب زي الحيوانات، جسمه اكتسب الشعر وضوافره طالت، منظر رهيب جدا. مين ده؟ ده الملك. ملك ايه؟ ملك بابل، سيدة الارض. يا سلام، للدرجة دي الانسان ممكن يصير كلا شيء في لحظة؟ علشان كده انا عايز اكلمكم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا، عنوانه تواضع العقل. تواضع العقل. كتير قوي قوي العقل بتاعنا ده يبقى متكبر. مش بس القلب بيتكبر، العقل بيتكبر. لازم تعرف انك انسان ضعيف جدا، ولازم تعرف ان في حاجات كتير مش هتفهمها وما تقدرش تفهمها، ولازم تعرف انك قدام حكمة ربنا انا وانت واعظم العلماء واذكى الاذكياء لا شيء، ما نعرفش حاجة. لازم تبقى متضع عقليا، مش بس متضع قلبيا. طب حد يقول لي ايه الفرق بين اتضاع القلب واتضاع العقل؟ اتضاع القلب يعني الانسان يحس انه هو اخطا من كل الناس، وان فلان احسن منه وفلان احسن منه، هو انسان مليان خطايا ومحتاج رحمة ربنا، ومفيش حد اوحش منه. زي ما قال بولس الرسول: صادقة هي الكلمة، ومستحقة كل قبول، ان يسوع المسيح جاء الى العالم لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. وزي العشار اللي قرع صدره من بعيد وما قدرش يرفع راسه وقال: اللهم ارحمني انا الخاطئ. ده اتضاع قلبي. لكن انا بكلمك عن اتضاع العقل، يعني ما يبقاش عقلك متشامخ. ايه اللي ضيع نبوخذ نصر وخلاه يتأدب الادب الفظيع ده اللي محدش يعني سمع عنه في التاريخ؟ كبرياء عقله. حاسس ان مخه ده كبير قوي، حاسس انه بمخه بيسود على العالم، حاسس ان ممالك العالم كلها اللي هو مسيطر عليها دي بتدار بذهنه. تكبر. ما الحلم اللي شافه ده بيوريله صورته عن نفسه، يعني هو شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه شجرة كبيرة قوي، طيور السماء بتتأوى في أغصانها، وكل حيوانات البرية تحتها. أدي هو شايف نفسه كده، شايف نفسه السيد الآمر اللي من غيره الناس دي ما تعرفش تاكل، ومن غير خططه ومن غير تدابيره الناس ما تعرفش تطمئن. ما هو الملك بقى مش ملك عادي، ده ملك بابل اللي كانت سيدة الممالك في الوقت ده، مملكة سيطرت على العالم كله. شايف نفسه، شايف نفسه شجرة عظيمة قوي، من غيره كل حاجة تبوظ. فالحلم ده مرآة ربنا وراله، هو شايف نفسه ايه؟ انت شايف نفسك ايه؟ ما تاخذنيش يعني مهم قوي، حاسس انك انت مهم قوي. شخصية لو غابت يعني عن البيت، البيت ده يتقلب. ياخي توضع، توضع شوية. حاسس نفسك ايه في الوظيفة بتاعتك؟ انت
العمود الفقري بتاع الوظيفة بتاعتك، يعني من غيرك المكتب كله يبوظ. لو انت غبت، لو سيادتك يعني غبت عن المكتب الامور كلها تتعطل. حاسس نفسك ايه؟ حاسس نفسك ايه لو انت كنت باحث او عالم؟ يعني من غيرك يعني العلم هيقف، مسيرة التقدم هتتعطل. حتى لو انت عالم في الصواريخ ولا عالم في الاقمار الصناعية، لازم تبقى انسان متواضع. انت لازم تعرف ان كل قدراتك الذهنية دي عبارة عن شوية خلايا. لو الخلايا دي ضعفت او ماتت، تبقى انت يعني اضحوكة وسط الناس. العجيب هنا في القصة دي ان ربنا عشان يذل نبوخذ نصر ده ما جابلهوش مرض عقلي. خلوا بالكم ده مش مرض عقلي، يعني كان ممكن مثلا ياخد مرض من الامراض البشرية، يفقد الذاكرة مثلا بس يفضل برضك انسان. واحد فقد الذاكرة بس بني ادم، او يخرف زي ما بيحصل عند الناس اللي هم بيبقوا سنهم كبير قوي، او ما يقدرش يركز، او ينسى الحاجات اللي تقولها له بسرعة، او مركز من مراكز مخه يقف النطق مثلا، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يسمع. ما هي دي كلها مراكز عصبية. او ما يقدرش يشوف، او ما يقدرش يبلع، او يحصل له حاجة جلطة في مخه، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يتحرك. لكن بردك ما زال ايه؟ بني ادم، انسان ليه احاسيس، ليه مشاعر، فاهم ان انا مش قادر يعمل حاجة. انما الله علشان يذله عمل له حاجة غير ده كله خالص، غير له المود بتاعه. يعني غير له، مش هنا مش غير له مراكز عصبية بقى، ده غير له حاجة غريبة جدا ما احنا مش عارفينها. ايه اللي غيره له؟ مش عارفين يعني ازاي بقت احاسيسه احاسيس حيوان، ازاي بقت ميوله ميول حيوان، ازاي بقت طريقة تفكيره طريقة حيوانية، والرفلكس بتاعته الانعكاسات بتاعته انعكاسات حيوانية. يعني لما يقابل حاجة يتعامل معها بطريقة حيوانية مش بطريقة بني انسانية. يعني ايه اللي عمله ربنا هنا؟ حاجة غريبة طبعا، شيء ما نلاقيهوش ابدا 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 في الطب خالص. عمرك ما تلاقي انسان مريض يجيبهولك في المستشفى بيعاني من انه هو بقى مخ حيواني او في قلبه بقى حيواني. هو يعاني فقد ذاكرة، مشلول، مش قادر يتكلم، عنده مرض نفسي، بقى متقلب الاراء، بقى مش قادر ياخد قرار، بقى هيزيتيتد يعني متردد، بقى متشكك بقى. انما يجي لك انسان برضو بني ادم، انما شوف الذل بقى، انا مش عارف اعمل له ايه. ربنا ده بحث، موضوع بحث ده يعني ما يعجز عنه العقل. خلى قلبه بقى قلب حيوان، وفكره بقى فكر حيوان. طب ايه يا رب اللي يخلي الانسان يبقى حيوان؟ مش عارف ايه اللي حصل في خلاياه العصبية عشان يفكر بالشكل ده، برضو محدش عارف. انما ده يوري لك ان الله يعني عارف في الانسان ده كويس قوي، ويقدر يعمل فيه اعمال فظيعة في ثانية عشان الانسان يتواضع، بس عشان ما يقولش انا وانا. انت تعرفوا ان في ابحاث متقدمة بتقول حاجة لو سمعتوها تخافوا قوي، بس انا مش عايز اخوفكم. يعني ان خلايا الانسان كلها معرضة مئات المرات في اليوم ان تتحول الى خلايا سرطانية. كلها بتتعرض لهذا الموضوع مئات المرات في اليوم الواحد، ولكن الله عامل حاجات تانية بتثبط هذه المحاولات في كل ثانية. حاجات
خلايا تانية، افرازات تانية جوه الخلية نفسها، هي بتميل انها تبقى سرطانية، بتميل انها يعني ايه يعني سرطانية، يعني تشق عصا الطاعة، ما تمشيش حسب ايه نظام الجسم، تمشي على كيفها. اما ربنا عامل لها حاجات جواها تفشل هذه المحاولات، والمحاولات دي مئات المرات في اليوم. انا سمعت الرقم بس نسيته، رقم مخيف يعني جسمنا ده كله معرض للخطر في كل لحظة، والله عامل له حاجات ايه تشد عليه، تجمح ولا تكبح جماحه ولا يعني تقيده. تخيلوا بقى لو ربنا مثلا كده ترك الخلايا دي تمشي زي ما هي عايزة، ووقف الانزيمات او الهرمونات او المعادلات اللي الانسان ما يعرفهاش اللي بتثبط هذه المحاولات انها تبقى خلايا سرطانية. بص تلاقي الانسان ده في مليون صنف من السرطانات جاله في ثانية. الانسان بيتكبر على ايه؟ ايه فيه عشان يتكبر؟ ده الواحد لازم يبقى متواضع جدا، لازم. ده احنا الله بس لو تخلى عن الانسان ثانية، تفتكر ربنا ما يحب يأدب انسان يعني بيعمل له مصيبة كبيرة يعني عشان يأدبه، يجيب له عربية تضربه ولا بتاع؟ لا، دي حاجة صغيرة قوي تخليه يتذل، يبقى شوية خلايا في المخ كده يخليهم يموتوا، شوية خلايا يموتوا. تعال اتفرج على الانسان ده اللي خلايا شوية خلايا في مخه، لو كانوا خلايا الذاكرة تبص تلاقيه فقد كل العلم اللي كان يعرفه، ويمكن يفقد معلوماته عن ابوه وامه وعن هويته، وتلاقيه مش عارف هو مين واتولد فين، وما يعرفش حاجة خالص عن ماضيه ولا طفولته، مجرد بس ان شوية خلايا صغيرين ماتوا. زمان كان في نائب جراحة في القصر العيني، الحكاية دي من اكتر من 20 سنة يمكن، وبعدين قالوا اعور زمايله، قالوا له بسيطة ادخل نعمل لك العملية. دخلوا بيعملوا له عملية، قلبه وقف بسرعة، جابوا الجهاز ده اللي بيدي شحنات كهربية للقلب واعادوا اليه الحياة يعني. بس بعد ما امن العملية لقوا نسي كل العلم اللي اتعلمه، يكلموه بالانجليزي مش فاهم، يقولوا له مصطلحات طبية لقوه مش عارف، يسألوا عن اي معلومات، ايه يا دكتور؟ اتاري في اللحظة اللي فيها قلبه وقف الدم ما وصلش لبعض الخلايا في المخ فماتت، ويا حسرة طلعت الخلايا دي هي الخلايا اللي فيها شوية المعلومات اللي الانسان علشانهم ايه عامل نفسه بقى استاذ، فقط كل معلوماته. شوفوا قد ايه طلع من العملية زي ولد في اولى ابتدائي لسه عايز يتعلم الف ب. هذا الدكتور العظيم. انا عايز اقول لك ربنا حرصك من حاجات كتير اوي، خليك متواضع. انت ضعيف جدا لوحدك، ضعيف جدا، لكن بالمسيح تبقى قوي جدا. ما تتكبرش ابدا، لانك انت اصلا ما فيكش حاجة تتكبر عليها، ده الجهاز بتاعك، ده جهاز جسمك وقلبك وفكرك، ده المجد ربنا اللي هو مديهولك سليم، وانت لازم تمجد ربنا عليه، تبقى دايما متضع القلب، تقول له انا ما استاهلش يا رب الصحة اللي انت مديهاني والذهن اللي انت مديهوني، لكن ما تبقاش متكبر عقليا. اقول لك ايه علامات الكبرياء العقلية. واحد عايز يفهم احكام الله مثلا، قال لك يا اخي انا مش عارف، ربنا ده يحير. الراجل الكبير في السن ده يموت له بنته اللي بتخدمه، ده ربنا ده يجنن. راجل مترمل وكبير في السن ومعه بنته وحيدة شابة هي اللي شايلها، يموت له بنته، ايه ده ربنا ده يا اخي؟ ده مش يفكر كويس ربنا؟ عاوز يعرف حكمة الله
وبعدين ربنا يعني بص له يقول له طيب يعني انت عايز ترشدني حضرتك يعني تقول لي ايه الصح والغلط. في انسان يبقى متواضع يقول لك الله حكمته عاليه ما نعرفش اكيد ده للخير. المتكبر عقليا يقول لك ايه الخير اللي فيها، فيها ايه خير دي، ما هي محسوبه وواضحه. او طفل صغير بيرضى على صدر امه وامه تموت ولا ليه حد الولد ده، يجي واحد يقول لك يا اخي شوف ربنا يا اخي انا عارف ايه ربنا ده، بس يموت الام ويسيب الولد اللي بيرضع. طب مين يعول الولد ده؟ ليه ربنا قاسي بالشكل ده؟ العقل المتكبر تلاقيه ما تعجبوش حكمة ربنا ويبقى عامل نفسه ايه اشطر من ربنا. لكن على رأي الكتاب لما بيقول ان ضعف الله اقوى من الناس وجهل الله احكم من الناس، كلمة مجازية يعني لو فرض ان الله عنده جهل، الجهل بتاعه احكم من الناس. في انسان يبقى عنده كبرياء عقلي ما يقبلش الواقع اللي يدهوله ربنا ويبقى عايز يفهم كل حاجة، وربنا يقول له حبيبي لست تفهم ما انا افعله الان لكن ستفهم فيما بعد. يقول له لا فهمني دلوقتي، ليه انا ما فهمش دلوقتي، انا مخي كبير مش هتستوعب. ده ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، كما علت السماء عن الارض هكذا علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. خليك متواضع، اما تيجي مشكلة قدام ذهنك خلي عقلك يبقى متواضع، قل له يا رب انا مش فاهم، مش مهم افهم، انا افهم ايه ولا ايه، انت كلك حكمة وكلك معرفة واحكامك عالية فوق العقل يا ربي، العقل بتاعنا صغير ما يفهمش حكمتك. ما زمان ايوب قال لربنا ازاي انت بتعمل كده وانا يعني ما عملتش حاجة تزعلك وتعمل فيها ده كله، وبدأ يتكلم كتير عن ربنا. وبعدين ربنا راح ناداه قال له ايوب انت عايز تفهم ايه بالظبط، عايز تفهم حكمتي، هو انت فاهم حاجة في الدنيا اللي انت عايش فيها دي؟ لما انت مش فاهم حاجة في الدنيا عايز تفهمني انا ايه؟ طب انا هسألك شوية اسئلة اذا عرفت تجاوب يبقى فهمك حكمتي. اين كنت حين اسست الارض؟ انت كنت فين لما انا اسست الارض؟ من صنع للصواعق طرقا، الصاعقة اللي بتمشي دي الطريق بتاعها تعرفه؟ من ولد مآجل الطل؟ الطل بتاع الصبح ده بيتولد ازاي؟ هل تمشيت في مقصورة الغمر؟ المطر بحوشه فين؟ النور بيجي من فين والظلمة فين؟ فين النور وفين الظلمة؟ بلاش كده. عايز اسألك سؤال، مين اللي بيدي الحصان شجاعة؟ ليه الحصان شجاع؟ ليه ما يخافش في الحرب؟ هل انت اللي بتديله الشجاعة؟ طب ليه الحصان شجاع وليه النعامة جهلة ما عندهاش حكمة، تبيض البيض وبعدين تدوسه برجليها وتنسى ان دي اولادها، تقصى على اولادها وهي مش دريانة، قد ألفاها الله الحكمة. طب ازاي حيوان يبقى فيه معرفة وحيوان يبقى ما فيهوش معرفة؟ طب ايه الفرق بين الحمار البلدي والحمار الوحشي؟ هذا حمار وده حمار، بس ده حمار مخطط متوحش وده حمار أليف. تقدر تجيب الحمار المتوحش ده تشتغل عليه؟ يقول لك الحمار المتوحش ده لا يسمع زجر السائق، يضحك على جمهور القرية، كل البرية مرعاه يجري من هنا ومن هنا، محدش يقدر يمسكه علشان يركبه ولا يشيل عليه، ده متوحش. عايز يقول له اهو ده حمار وده حمار، يعني نفس الفصيلة، طب ليه ده متوحش وده أليف؟ طبعا أسرار عجيبة في الكون وفي الحيوانات. أيوب قال له ما أعرف، لما انت مش عارف الحمار ده من الحمار ده وكائنات انت بتستخدمها عايز تعرف انا بعمل كده ليه؟ ايه الفرق بين الصور الوحشي والصور الاليف القروي؟ اهو ده صور وده صور نفس الفصيلة، لكن الصور الوحشي تقدر تخليه يحرت؟
يرضى يتعلم يحرث؟ ده يعورك على طول. يقدر ابنك يجره يوديه البيت؟ ده يموت اي حد في سكته. الله، طب ما ده سور والتاني سور. ليه السور البلدي ده الغير متوحش تعلمه ويتعلم، يجر الساقية ويجر النورج ويجر المحرات، وابنك يمسكه يوديه لغاية البيت؟ ايه السر؟ هل حد من العلماء قدر يوصل لهذا السر لغاية دلوقتي؟ فيش ابدا اي علم قادر يعرف ايه السبب ان ده وحشي وان ده اليف. هو كل اللي بيعملوه بس انهم بيقسموهم الى اصناف، لكن هو ما بيقدرش يعرف ايه سر التصنيف ده. وانت لو مسكت مخ الانسان، ما انت تلاقيه زي مخ الحيوان بالظبط. خد مخ خروف كده من عند الجزار، حطه قدامك على طبق وشوف مخ الانسان تلاقيه زيه بالظبط. الله، طب ليه ده مخ خروف وده مخ بني ادم؟ ده يعني ليه؟ طيب في ايه ده زياده؟ ما هي خلايا عصبيه وكله زي بعض. ليه ده ما فيهوش ذاكره؟ ليه ده ما فيهوش تامل؟ ليه ده ما فيهوش ابتكار؟ ومخ الانسان فيه تامل وفيه ذاكره وفيه ابتكار، اسرار كتيره. الانسان ده جاهل قوي، ما يعرفش حاجه خالص. اللي يعرفه ده حاجات بسيطه جدا، فليه بيتكبر على ربنا؟ وليه بيتعجرف بسبب مخه الكبير؟ لازم عقلك يبقى متواضع. علم عقلك انه يبقى متواضع. اكبر العلماء بتفوت عليهم حاجات صغيره قوي. اكبر العلماء، مره كان في عالم كبير قوي في الطبيعه وحابس نفسه في معمل وبيعمل بقى تجارب وبيطلع معادلات وبتاعه وكده، مش فاضي ابدا يعني يعمل اي حاجه تاني. حتى الاكل بتاعه بينزله له في المعمل كده عشان مش فاضي لا يقول اكل ايه ولا اشرب ايه. كان بيحب القطط، فعايز القطط دي تدخل له كل شويه التانيه. في قطه كبيره وقطه صغيره، فعمل فتحه في الباب كبيره فتحه صغيره، فتحة كبيرة عشان تدخل منها القطة الكبيرة، حتى الصغيرة عشان تخش منها ايه القطة الصغيرة. قام واحد بيسأله بيقول له انت عامل ليه فتحتين في الباب؟ قال له عشان بحب القطط، الكبيرة تخش منها الكبيرة والصغيرة تخش منها الصغيرة. قال طب حضرة العالم، طب ما الكبيرة ممكن تخش منها الصغيرة والكبيرة ولا ايه؟ قال له تتصور فاتت عليا دي، اما انا جاهل صحيح. طب يعني كل حاجة لازم تكون قد ما، طب ما الكبيرة ممكن تدخل منها الصغيرة. عالم كبير، انما عقله يجي في اوقات وتلاقيه حاجات صغيرة ما ياخدش باله منها. الانسان ده ضعيف جدا مهما بلغ، ضعيف جدا. لازم يبقى الانسان متواضع. يقول انا مخي ده زي الذهب، انا اقدر اعمل واعمل واعمل. صح، تقدر. وتاني يوم يجيله حاجه في دماغه، تبص تلاقي اللي قال هعمل وهعمل ده نايم على الفراش مش قادر يتحرك. ايه؟ شريان صغير خالص خالص، يمكن ادق من الابره، ضرب في دماغه غرق له المراكز العصبية بتاعته، بقى مش قادر لا يتكلم ولا يتحرك. فين الرجل العظيم العملاق اللي كان بيقول انا بكرة هعمل وبكرة هسوي وانا بخطط؟ وانا تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. لازم تبقى متواضع. من علامات التواضع كمان، مش ان الانسان بس ما يحاولش يفهم احكام الله العليا، انه لما تقابله آية في الانجيل وما يفهمهاش يبقى متواضع. ما يحاولش فيها بذهنه، انما ينسحق يقول يا رب انا مش فاهم الآية دي، ارجوك فهمهاني انت يا رب اشرح لي الآية دي لان انا مش فاهمها. انما بتاع العقل المتعجرف ده يقول لك لا ايه مش فاهمها دي، انا ادور عليها واشوفها اصلها ايه وفصلها ايه ولازم اطلع منها المعلومة.
يا حبيبي ده كلام ربنا، هي معادلة، هي مسألة حسابية، ده كلام الله، ده عميق جدا، ده مكتوب لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. كلام الله لما تلاقيه صعب عليك تتضع وتنسكب أمام الله وتقول له يا رب إن أردت فهمني يا رب الآية دي، مش عايز تفهماني دلوقتي على مهلك، لما تلاقيني اتهيأت لفهمها أرجوك ما تنسانيش فهمهاني. من علامات تواضع العقل ان الانسان كمان يرضى بالكم بتاع الذكاء بتاعه، ما يبقاش زعلان، يعني ما يبقاش زعلان او ان في حاجات ما بيفهمهاش او ما بيعرفهاش، يقول انا كده كويس ومبسوط وازعل ليه؟ يعني الانسان الذكي قوي ده فاهم كل حاجة؟ ابدا، حتى الاذكياء قوي مش فاهمين كل حاجة. انا اشكرك يا رب من اجل كمية المعلومات اللي انت اديتهاني، من اجل الشهادة اللي انت خلتني اخدها، من اجل كم المعرفة اللي دخل في دماغي، وكده كويس قوي انا مبسوط يا رب، مادام اعرف اتكلم معاك واقرأ انجيلك واصلي الاجبية بتاعتي واروح الكنيسة واتنال، ده كويس قوي كده، حلو قوي، انا عايز اكتر. في واحد يبقى زعلان قوي ان هو اقل ذكاء من الاخرين، ويزعل قوي ويحرق دمه قوي لما يلاقي زميله جاب درجات اكتر منه، ويشعر بعقدة نقص لما يلاقي في واحد اعلى منه. ليه طيب؟ ليه ده كله؟ ارضى بالقليل اللي ادهولك ربنا في الذهن بتاعك واشكره، وعلى عموم كل الاذهان ناقصة، يعني مش ذهنك انت بس، كله ناقص، مفيش حد يعني مخه يعني عارف كل حاجة. العلماء اللي بيسموهم علماء بيبقوا متخصصين في حاجة صغيرة من حاجة ويسموه عالم، انما بقيت الحاجات ما عرفش فيها حاجة. علماء النبات، علماء الحيوان، علماء الكهرباء، تلاقيه متخصص في حاجة معينة بلغ فيها مسافة كبيرة او قطع فيها شوط جامد، انما في بقية الحاجات تلاقيه ما يعرفش. يبقى على ايه الكبرياء ده؟ بولس الرسول قال نحن نعرف بعض المعرفة، نعلم بعض العلم، الان ننظر في لغز في مرآة. حتى لو كان الذهن بتاعك فيه نقائص ما تزعلش، خليك متواضع وقول له يعني انا فاهم ايه يا رب عشان افهم كل حاجة، وانا مش عايز افهم كل حاجة، في الأبدية بقى أفهم لما تديني بقى روحك القدوس يملاني ويعلمني كل حاجة أبقى أفهم في الأبدية، إنما هنا يعني مش مهم. هو الإنسان عشان يعيش سعيد يعني لازم يبقى عارف كل حاجة؟ لا. طب ما الفلاح بيعيش سعيد مع إن معلوماته بسيطة جدا، يبقى يعيش فرحان وسط مراته أولاده والبيت بتاعه، مبسوط وسعيد وشاكر ربنا ومتهني وراضي على نفسه. خليك متواضع. كبرياء الذهن ده وحش قوي. لما تقف قدامك مشكلة لاهوتية ما تبقاش متكبر وتبقى عايز تفهمها بالعافية، قول له يا رب انا مش عارف، يا ريتك يا رب بروحك القدوس تشرح لي الآية العجيبة دي اللي انا مش فاهمها، في آيات تبقى مش معروفة وفي آيات تبقى بتحمل مشكلة لاهوتية معينة، زي مثلا لما المسيح كان بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، في ناس يقول لك إزاي فهمونا بقى، حد يشرح لنا لو هو الله يقول إلهي إلهي، نقول له طيب صلي شوية عشان تفهم، يقول لا هو ده حاجة بالمخ، لا مش بالمخ دي بالروح مش بالمخ، بيقول إلهي إلهي علشان هو بينوب عن الإنسان في الوقت ده، وعلشان يعلمنا إزاي نصلي بالمزامير لأن ده مطلع المزمور 22، وعلشان يلفت نظر اليهود للنبوة لعلهم يدركوا أن هو ده اللي مكتوب عنه ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي، وبيقولها نيابة عني وعنك علشان لما نصرخ إليه واحنا في الظلام ونقول له لماذا تركتني يلتفت الينا، لانه هو بيخلص كل انسان، فبيقولها نيابة عني وعنك.
في ايات كتير قوي في سفر اشعياء وفي سفر ارمياء وفي كلمات بولس الرسول اللاهوتية، كلمات صعبة احيانا العقل البشري ما يبقاش عارف يستوعبها. حتى بطرس الرسول قال كده، الاشياء اللي كتبها بولس الرسول عسرة الفهم، يحرفها غير الفاهمين لهلاك انفسهم. ليه؟ علشان متكبرين ذهنيا. مفروض يصلوا يقول يا رب فهمنا، او يسألوا واحد زي بطرس الرسول. وبطرس الرسول الراجل متواضع جدا، وبيقول ان بولس بيكتب حاجات صعبة. شوفوا بطرس ده متواضع ازاي، بيعترف ان بولس الرسول بيقول حاجات لاهوتية صعبة. طب انت يا بطرس تقول كده، ده انت يعني اقدم منه في الايمان. انما بطرس له ما عندوش كبرياء، يعني عنده اتضاع. يوم ما قال للمسيح انت هو المسيح ابن الله الحي، اكتشف انه مش هو اللي قال. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات. اكتشف ان ده كان الهام سماوي. العقل المتضع يقبل الهامات الله، لكن العقل المتعجرف ما يعرفش يتذوق الالهام. ليه؟ لانه بيبحث بشطارته. لو انت مثلا بتدرس مثلا من امثال المسيح او قصة في العهد القديم، وعاوز بشطارة ذهنك تعرف القصة دي ترمز لايه في العهد الجديد، تبص فيها يمين شمال ما انتش عارف. لو انت مسكول على ذهنك وعمال تبحث عن القصة دي في الكتب والكتاب والتفسيرات، تتعب قوي ويمكن ما توصلش لحاجة. لكن لو انت متضع تقول يا رب انا عايزك تكشف لي الحاجات الحلوة اللي عنك اللي مكتوبة في العهد القديم، وهل هذه القصة فيها شيء يمت ليك بصلة يا رب، علمني. ممكن تبقى واقف بتصلي في القداس كده، وفجأة تلاقي فكرة جات لك تشرح لك ايه معنى القصة دي، تقول الله كلام حلو قوي. طب ده جالك من فين؟ ده نوع من انواع العطاء السماوي. واحد قديس واقف جنبك قالها لك. متأمل كبير من متأملي الكنيسة زي ماري إبرام السرياني ولا أثناسيوس الرسولي ولا كده، همس هذه الكلمات الحلوة في ذهنك، قم تفرح أوي وتقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. إنما لو أنت عقلك متعجرف وعايز يفهم كل حاجة بالعافية، تلاقي نفسك وقعت في أخطاء كثيرة. العقل متعجرف عايز يفهم كلمة ربنا بالشطارة بتاعته. لا، كلمة ربنا ما هياش مادة علمية تدرس بالذهن، كلمة الله تدرس بالروح. كل ما ذهنك يبقى متواضع، كل ما تستوعب كلمات الله الحلوة. خليك متواضع وانت بتدرس كلمة الله، خليك متواضع ذهنيا، خليك متواضع وانت بتتعامل مع الناس اللي ابسط منك واقل منك علما. خليك متواضع، ما تبصش كده على واحد بتقول ايه الراجل ده، يعني ايه تبين عليه جاهل قوي، تبين عليه امي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، وتبص له باحتقار كده. ليه؟ طب ما هو ربنا مديله عقل زي عقلك بالظبط، بس انت خدت فرصة التعليم وهو ما خدش، وما له ذنب. يمكن لو كان دخل المدارس كان بيه اشطر منك بكتير. فعشان الله يعني ادالك انت فرصة التعليم وما ادالهوش، تتكبر عليه. انت مش اذكى منه ابدا، انت خدت فرصة اكتر منه. بس مفروض تبقى متواضع وتتعامل معاه بمحبة وتكلمه على قد مستواه، بس مش باحتقار انما بمحبة شديدة. ولا تحتقر عدم معرفته للامور، لان ده مش ذنبه. ما تظنش انك انت اشطر منه، ده يمكن الراجل ده في نظر الله احسن منك ومني. يمكن ببساطته دي بيخدم الله بذهنه احسن منك ومني. يمكن صلواته في نظر الله احسن من صلواتي وصلواتك. يعني
كل ما تلاقي عقلك بدأ يتكبر قول في بالك انا لا شيء، انا ضعيف جدا، انا شوية خلايا مخليني بني ادم، خلايا صغيرين مخليني عايش انسان ادمي. وانتوا بتشوفوا مثلا بعد عنكم الناس اللي بيبقوا مجانين، المجنون ده ايه؟ ما هو شوية خلايا باظ عنده. ايه الفرق بينه وبين واحد تاني؟ الفرق شوية الخلايا دولة. طب ممكن شوية الخلايا دولة عندي انا يبوظوا برضك في يوم من الايام مثلا، يعني كل ربنا حافظهم كده ومسكهم وقايل لهم خليكم كويسين، هو ده اللي مديني انا العقل والفهم والذهن الواعي. يبقى انا اشكر الله مش اتكبر، اقول له اشكرك يا رب ان فكر الانسان يعترف لك يا رب وبقية الفكر تعيد لك. اديني يا رب ان ذهني ده يمجدك، وان كل طاقة في عقلي تخدمك، واني مبقاش متكبر ابدا، ابقى متواضع. تلاقوا الانسان المتواضع ذهنيا ما عندهوش مانع ابدا انه يتعلم من طفل من الاطفال، يقعد كده يداعب طفل كده ويكلمه ويستفيد منه، يتعلم منه حاجة. تقول له انت بتعلم، يقول لك اه ده الطفل ده انا بتعلم منه كتير قوي. مرة في واحد من كبار الدراس في الكتاب المقدس كان بيعمل دكتوراه في حياة زكا، راجل بيدرس لاهوت، فبيعمل دكتوراه في حياة زكا ومستغرق بقى في ابحاثه وكتاباته. بعدين قام يدخل الحمام كده، قام لقى الخدامة في البيت ماسكة ابنه الصغير عايزة تسليه، فبتحكي له حكاية زكا، بتقول له وزكا كان قصير راح طلع الشجرة. هي مش عارفة ان الراجل الكبير بيحضر دكتوراه ومستغرق، ان موقف كده قال يا سلام يا رب، يا حلاوة كلامك يا رب، ياخد الصغير يتمتع بيه وياخد الكبير يغرق فيه، انت كلامك حلو قوي. لا الست بتقول الحكاية ببساطة كده وجمال للولد الصغير، وقف يسمعها استغرب قوي على البساطة والحلاوة اللي بتتقال بيها القصة دي وهو غرقان في الابحاث بتاعته. ممكن الله يدي الانسان البسيط حاجة ما يديهاش لواحد متعلم كبير. ممكن الله يدي موهبة كبيرة قوي في الكلام والمعرفة والحكمة لانسان غير مثقف بالمعنى بتاعنا المعاصر ده، اكتر من انسان مثقف واخد شهادات كتيرة قوي. والسبب حاجة واحدة بس، ان ده عقله متضع والتاني عقله متعجرف متكبر. خليك متضع عقليا، واطلب من الله كل يوم انه يحفظك من كبرياء العقل. العقل المتكبر يقول ازاي، والعقل المتضع يقول ايه؟ ربنا يقدر على كل حاجة. واحد دكتور مثلا بيعالج واحد، وبعدين الرجل ده حصلت له معجزة، دكتور يقول ازاي، لا 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 مش بأمن بالكلام ده، ازاي انا مديله الدواء الفلاني والدواء الفلاني، طب الدواء ما عملش حاجة، خلاص الراجل ده لازم يموت. طب ما ماتش وبقى كويس وخف. خف عليه خف، يعني ربنا عمل كل حاجة، يقدر ربنا ولا ما يقدرش؟ الانسان المتضع يقول لك اه ربنا يقدر على كل حاجة. في اسرار كتير في جسم الانسان ما نعرفهاش، في اسرار كتير في الحيوانات ما نعرفهاش، وفي اسرار كتير في الحشرات والحاجات دي كلها ما نعرفهاش. ماله، ربنا يقدر يعمل كل حاجة. يقبل بتواضع المعجزات، لان يثق ان الله
له قدرات غير عادية، والله عارف الإنسان ده تركيبه كويس إيه، ويعرف يعالجه ويعمل فيه حاجات عجيبة. في واحد تاني لا يؤمن بالمعجزات، تقول له فلان ده الكلية بتاعته وقفت، يقول لك وقفت يبقى خلاص انتهى. تقول له ربنا ممكن يشفي، يقول لك يعني ايه يشفي، يعني يشفي ايه يعني كلية وقفت يشفي يعني ايه، يعني خلايا وماتت خلاص مش هتشتغل، بعد شوية يحصل له كذا وكذا وكذا وخلاص. طب ما يمكن ربنا يعمل حاجة، يعمل ايه؟ الله، يعني ربنا اللي بيقوم الميتين ما يقدرش يبص للخلايا الميتة اللي في الكلية دي يقول لها اشتغلي؟ ربنا قوم العذر بعد ما انت، مش هيقدر يقول لشوية خلايا اشتغلوا؟ يقدر، لكن العقل المتعجرف يقول لك لا ما يقدرش، ما دام حاجة ماتت يبقى ما يقدرش. العقل البسيط المتواضع يقول لك صحيح ان الراجل ده حصل فيه كذا وكذا، لكن الله قادر على كل شيء. وتقول له فلان اللي كان حيموت خف، يقول لك مش غريبة ربنا. التاني يستغرب قوي ويندهش ويضرب اخباس في اسداسه ويراجع معلوماته، والله لازم كان التشخيص غلط، لازم مش عارف كان ايه لازم. والتاني يقول لك الله يقدر على كل حاجة، يستطيع كل شيء ولا يصعب عليه امر. العقل المتواضع كمان يقبل وعود الله مهما كانت سخية، والعقل الغير متواضع المتكبر يطلب برهان لصحة وعود الله. واحد تقول له ما دام اعترفت بخطاياك وتناولت ربنا غفر لك كل خطاياك، ياخد الكلام بتواضع. التاني يقول لك ازاي بقى كده، بلوشي كده، معقول ربنا كده يعني بالسهولة دي؟ لا اكيد ربنا عايز تمن، ما هو بالعقل كده لازم ربنا يبقى عايز تمن. تقول له بلاش حكايه بالعقل دي، خليك بالايمان، الله احبك مجانا وادالك غفران الخطايا مجانا. يقول لك لا اقنعني، حاول تقنعني. دايما بتاع الكبرياء العقل يقول لك اقنعني. ها تقول له انت لما تتعمد تصير ابن لله، يقول لك ازاي بقى اقنعني، ما هو ده ربنا اللي قال كده. يقول لك معقول الولد اللي بيغطس في المية ده ويطلع يبقى ابن لله من تغطيس المية دي؟ تقول له ربنا قال كده. يقول لك لا، لازم عشان يبقى ابن لله يبقى كويس ويصلي ويصوم ويحب الفقراء ويبقى كويس بعدين ربنا يخليه ابن لي. تقول له لا ربنا ما قالش كده، ده ربنا قال اللي يتعمد يبقى ابن لي. هو يقول لك لا بالعقل كده، ربنا متخيل ان ربنا عايز تمن، عايز يعني نوعيات محترمة من الناس عشان يتبناها، عقله بيقول له كده. بينما ربنا عاوز يدينا البنوة مجانا. تعرفوا كل البدع اللي طلعت في الكنيسة سببها كبرياء العقل، كل البدع. يعني تعالى زي البدع اللي بتقول ان جسد الرب ودمه ده حاجة رمزية مثلا، ليه بيقولوا كده انه هو رمز مش حقيقة؟ مش قادرين يتخيلوا انه هو حقيقة عشان العقل. لكن ازاي ربنا يدينا جسد ودمه؟ اكيد بيتكلم بالرمز، اكيد الكلام رمزي. رمز ازاي اذا كان بيقول جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق؟ يقول لك بس معقول الواحد بياكل جسد الرب ودمه؟ معقول؟ اما دم يقول معقول يبقى هنا ايه؟ كبرياء ذهني، مش عايز يصدق، عاوز يفهم اسرار الله العالية. طب ده سر، اشرحه لك ازاي؟ معقول الولد الصغير ده لما يدخل ويتغطس في المية يبقى ابن الله؟ ايه تعمله المية؟ مش لازم يتوب؟ مش لازم يآمن ويتوب ويبقى كويس وبعدين يبقى يتعمد؟ بالعقل يتوب ويآمن وبعدين يتعمد بالعقل، حس انه يعني يبقى فيه مؤهلات عشان الانسان ياخد بلوية. لكن تقول له الله ادانا البلوية مجانا، لا مش قابلها، هو مش قابلها مجانا، هو عايز يدفع تمن برضه، لانه بعقله فاهم ان كل حاجة ليها تمن وعايز برضه ياخد الخلاص بتمن. وهكذا كل ما الانسان يبقى ذهنه متواضع وعقله متواضع كل ما ياخد من غنى الله، وكل ما العقل بتاعنا يتغطرس، كل ما الانسان يفقد روحيات
ولا يستطيع أن يأخذ من الله لأن العقل متكبر. ربنا ينجينا كلنا من كبرياء العقل وينعم علينا جميعا باتضاع العقل والذهن علشان نتمتع بعطايا الله. لإلهنا كل كرامة ومجد لكل الدهر أمين. بسم الله أبو الابن الروح القدس تحل علينا نعمة ورحمة وبركة لها كددها أمين. النهاردة إنجيل القداس كان بيتكلم عن يوحنا المعمدان، وإحنا النهاردة لو عملنا مقارنة بين يوحنا المعمدان والإنسان المعاصر هيطلع الفرق كبير أوي أوي. يوحنا المعمدان والإنسان المعاصر، يعني مثلا يوحنا المعمدان في لبسه كان بيلبس لبس بدائي جدا، وبر إبل ومنطقة من جلد على حقويه، أهدي كل لبسه صيف وشتاء. طب والإنسان المعاصر؟ لا، ده إشي فساتين وتيرات وتفاصيل وبر مش عارف فرو إيه وفرو إيه وجلد تمساح وجلد. الإنسان مش شبعان من أنواع الهدوم والأنسجة اللي عنده، مش شبعان، ويبقى الواحد الدولاب بتاعه مليان هدوم وبرضك بيدور على هدوم تانية جديدة ويغير. الكلام ده مش في الستات بس، في الستات والرجالة يغير، يقول أنا ما عنديش البدلة دي، ما عنديش القميص ده، ما عنديش الجاكيت ده، ما عنديش الجزمة دي، ما عنديش الشنطة دي. والبنات والستات وروحوا اتفرجوا بقى على المعارض بتاعة الازياء. والنهاردة دلوقتي في القرن العشرين في ناس اسمه معارضي الازياء، يعني كل يوم يعرضوا ازياء، وفي مجلات بقى عن التفصيل البردة ومش البردة وشغلانة، كله ده عشان اللبس. الانسان المعاصر بيهتم جدا جدا باللبس. يوحنا المعمدان اللبس ده بالنسبة له اخر حاجة. طيب بالنسبة للأكل، لا ده موضوع تاني كمان. يوحنا المعمدان كان بيكتفي بالأكل الطبيعي البسيط جدا، جرادا وعسلا بريا. الجراد ده عبارة عن حاجة زي اللفت كده، نبات درني أو زي الفجل. والعسل ده البري ده اللي هو بيعمله النحل، عسل النحل ده اللي بيبقى معشعش في الصخور، ياخد من الجراد ياكل وياخد من العسل ياكل. ادي كل الاكل بتاعه، اكل بدائي جدا. النهاردة الانسان المعاصر مش مكفيه اكل ولا صنف، ويبقى الواحدة مثلا عاملة ضيافة لحد من اصدقائها والمسفرة مليانة 50 صنف، وتقول انا اسفة ما قدرتش اعمل حاجات كتيرة، يعني ايدوب بس كده، يعني حاجة مش قد المقام. ايه اللي مش قد المقام؟ كل ده الاصناف دي، وبقى في تخصصات بقى، وفي انواع من المأكولات واللحوم اشكال والاسماك اشكال والمكرونات اشكال. على رأي رئيس فرنسي كده رحل من فترة كان فيلسوف قوي، قال اعذروني انا بحكم شعب بياكل مش عارف 50 صنف من الجبنة ولا ايه، حاجة زي كده. يعني الشعب الفرنسي ده الجبن دي اشكال اشكال، مش معجباه جبنة واحدة، يعني شعب مرفه زيادة عن اللزوم. احنا النهاردة ما بنكتفيش بطعام بسيط للأسف، بيهتم قوي 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 بالطعام، ونهتم قوي قوي باللبس. لكن يوحنا المعمدان ما كانش لا بيهتم بالطعام ولا اللبس. يوحنا المعمدان ما كانش بيهتم بالسكن، كان يسكن البرية، كان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل، في حر الصيف وفي برد الشتاء يأوي الى المغاير. واحنا النهاردة البيوت بتاعتنا بقى يعني مزينة ومزركشة، وحمامات سخن وسائع، وسيراميك وقنل تكس ومش عارف، وسجاجيد وحاجات، وياريت احنا مبسوطين. قال لي على كل ده وكمان ايه؟ زعلانين. يوحنا المعمدان كان راضي باقل حاجة في الاكل والشرب واللبس والسكن.
الانسان المعاصر مش راضي بولا حاجة من ده. وتلاقي واحد ساكن في فيلا وعنده عربية واثنين وعنده شقة واثنين، واحدة على النيل واحدة مش عارف في اسكندرية وبتاع، وبيفكر يهاجر. طب هتهاجر ليه يا عم؟ اصل الحياة هنا مش عاجباني، اصل انا مش عارف اعيش في البلد دي، اصل البلد دي مش حلوة، كل ده مش حلوة، عايز ايه تاني؟ يوحنا المعمدان بيوبخ الانسان المعاصر جدا، الغير قانع، الغير راضي. تفتكروا مشكلة الناس النهاردة في الغلاء؟ لا مش في الغلاء، في عدم الرضا. انسان مش راضي، يعني كل الناس قادرة تاكل، كل الناس قادرة تلبس، كل الناس ساكنة، بس ما فيش حد ايه راضي يقولك انا عايز احسن وضعي شوية، عايز ابقى افضل، مع ان الكتاب بيقول ان كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي بهما. لكن تعالوا بقى شوفوا المجد بتاع يوحنا المعمدان اللي بيتفوق بيه على قرن، على انسان القرن العشرين. اولا امتلاء جبار من الروح القدس، ادي العظمة. هو قليل عننا كتير قوي في اللبس وفي الاكل وفي السكن، لكن اعظم مننا بكتير في الملء من الروح القدس، مليان من الروح القدس هو بطن امه. مين فينا بيصل الى الامتلاء من الروح القدس؟ مين؟ وحتى لما بيصل للملء من الروح القدس بعد كام سنة جهاد، بعد كام سنة صلاة، بعد كام سنة صوم، ده الملء من الروح القدس ده بيوصلوا له الرهبان والمتوحدين والكهنة المجاهدين وقليل من العلمانيين اللي هم بيجاهدوا جهاد روحي عظيم. احنا فينا الروح القدس صحيح، لكن مش ممتلئين بالروح القدس، عايزين نمتلئ. انما يوحنا المعمدان كان ممتلئ بالروح القدس امتلاء جبار، وممتلئ وهو في بطن امه، مش يعني زي بقية الناس بتوع القرن العشرين او بتوع العهد الجديد اللي جاهدوا علشان يمتلئوا. تلاميذ امتلئوا بالروح القدس في يوم الخمسين، لكن المسيحيين العاديين علشان يمتلئوا بالروح القدس بيصلوا كتير ويصوموا كتير ويبتعدوا عن كل الخطايا عشان يحصلوا على هذا الملء. اما يوحنا المعمدان فكان ممتلئا بالروح القدس. هو ده المجد، مش المجد في اللبس البراني والاكل والشرب والسكن، لا. طيب ايه كمان؟ مش بس ممتلئ بالروح القدس، ده ليه رسالة عظيمة. النهاردة لما تسأل الانسان القرن العشرين تقول له ايه رسالتك في الحياة؟ اقول لك رسالتي اربي الاولاد، اجوز البنات، وكده ابقى اشكر ربنا اديت رسالتي. هي دي رسالتك؟ دي رسالة ضعيفة قوي. هي دي هدف وجودك؟ لكن رسالة يوحنا المعمدان كانت رسالة ضخمة جدا. ازاي يهيئ الناس لمجيء المسيح؟ ازاي يصحح اليهود النايمين ويقول لهم في وسطكم قائم لستم تعرفونه، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع الحنطة الى مخازن، واما التبن فاحرقه بنار لا تطفى. انا اعمدكم بماء، ولكن الذي يأتي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار، الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذاؤه. انسان ليه رسالة. خدمة يوحنا المعمدان دي كلها خدت 6 شهور بس، صح اليهودية وأورشليم والسامرة والعشر المدن والجليل كل البلاد استيقظت وعرفت ان ده زمن المسيح من صرخات يوحنا المعمدان. 6 شهور هو اللي اعلن شخصية المسيح للناس، لان المسيح قعد 30 سنة يشتغل نجار محدش عارفه، ولا راضي يعمل معجزات ولا راضي يتكلم بآيات ولا. مين اللي بين شخصية المسيح للناس؟ يوحنا المعمدان لما قال لهم انا امبارح كنت بعمد الناس وكل واحد يجي يتعمد الاقيه يترعش قدامي، لغاية ما جاني واحد شكله جميل قوي ورهيب جدا جدا، اول مرة ارتعش امام انسان، ظننته مجرد انسان. ولما قرب مني وقال لي عمدني خفت منه، قلت له انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي. فقال لي اسمح الان، ويدوب غطسته في المية وطلع لقيت السماء اتفتحت والروح القدس نزل على هيئة حمامة واستقر على رأسه، وصوت الاب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
وانا اكتشفت ابن الله من وسط الجموع، ولو شفته في الشارع هقول لكم عليه. ده بيحكي لتلاميذه وهو بيحكي، بصوا كده لقوا المسيح جاي من بعيد، قال لهم هو ده، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بدأت الجموع تترك يوحنا المعمدان، والتلاميذ بدأوا يترك يوحنا المعمدان ويلتصق بالمسيح. انسان له رسالة، ولما رسالته اكتملت فرح، قالوا له ما سمعتش اللي انت شهدت ليه في عبر الاردن وعمدته، الناس كلها ماشية وراه وتركوك انت. قال لهم انا فرحان، من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس فهو الذي يفرح فرحا عند سماع صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انسان ليه رسالة. طب انت النهاردة ايه رسالتك؟ اي بني ادم في القرن العشرين ايه رسالته؟ رسالته احيانا تكون معقولة ما تضحكش، لكن احيانا تبقى رسالة تضحك. يعني تسأل واحد ايه رسالتك في الحياة، يقول لك رفع مستوى اللعب في كرة القدم، دي رسالة الحياة يعني بتاعته. واحد تاني ايه رسالتك؟ الصعود بمستوى الفكاهة في المسرح المصري، دي رسالة. واحد تاني ايه رسالتك؟ مش عارف ادخال العاب جديدة للشباب في مش عارف جيمنازيوم و و و، ولما الشخص اللي زي كده بيموت بيقولوا ده شهيد الفن وشهيد الكورة وشهيد اللعب وشهيد الكوميديا وشهيد السينما. ادي رسائل الحياة بتاعت القرن العشرين. ايه رسالتك في الحياة؟ واحد يعني واحد يقول لك انا عايز ارتفع بالمستوى الادبي مش عارف في لغة كذا، واحد تاني يقول انا عايز ادخل نظام معين في الشغل ونظام معين في الصناعة ومش عارف ايه. رسائل عجيبة جدا في الحياة، وتلاقي الانسان يتفانى انه يحقق هذه الرسالة، وبيعتبروه بطل وبيعتبروه عظيم ويعملوا له تذكار وينزلوه في الجورنال ويرسموا صوره في الطوابع ويرسموا مش عارف ايه. ده كله عشان ايه؟ ده كله ايه رسالته يعني؟ واحد ضحك الناس، واحد لعب، واحد مثل، واحد عزف قطعة موسيقية، يعني دي رسالة عظيمة جدا يعني غيرت مجرى البشر. يعني هذه رسالات القرن العشرين. وانت يا ترى اوعى تكون انت